السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غنقدم لكم حساء صحي جدا رائع ولذيذ سهل التحضير. غادي نحتاجو على بركة الله إلى الذرة. أنا هنا تقريبا غادي نستعمل مقدار كأس من الذرة، كأس شاي، يعني الكأس اللي كنديرو فيه أتاي. ممكن تستعملوا الكمية على حسب أفراد الأسرة، يعني راه غير الكمية قليلة وكتعطي الكثير كيف غتشوفوا معايا إن شاء الله. غنحتاج إلى ملعقة من زيت الزيتون والبعض الحبوب اللي تحتاجوا نتوما اللي تحبوا اللي عندكم في البيت، ثم الملح. ها نتوما غتشوفوا معايا بالضبط كيف غادي نعملها. إذا خديت إناء وضعت فيه الماء على النار حتى كيغلي، ثم درت فيه الملح القليل فقط من الملح، الى خصات الملح حتى الاخير وتضيفوها باش نصحوا في الاخير الذوق. من بعد ما غلى الماء مزيان ضفت الملعقه من زيت الزيتون، ممكن تستعملوا اكثر، ملعقه او ملعقتين، ملعقه كبيره هنا. ثم الان ناخذ الذره ونوضعها في الماء المغلي مع التحريك طبعا باش ما تكونش لينا كتل، ما تعجنش. اذا كنحرك بهذا اللي كنحرك به اللي كنخلط به الحلويات، هذا الخلاط اليدوي. ها انتم كيف كتشوفوا معايا، وها هو الحساء جاهز. نستناو عليه فقط انه ينضج فوق النار ثم نقدموه. اذا الان غادي نخليه واحد 10 دقائق تقريبا فوق النار، ثم من بعد نضيف ليه الحبوب او البذور اللي اختاريت انا. انا اختاريت بذور الكتان او زريعة الكتان والحبه السوداء السانوج. ممكن انكم تختاروا اللي بغيتوا، ممكن ديروا فيها النافع، الزنجلان، اي شيء بغيتوا، كلهم كيجيو رائعين مع هذا الحساء. وإلا ما كنتوش كتبغيو هذه البذور في الشكل ديالها في الحساء، ممكن انكم فقط تنسموها بالكمون مطحون، كمون عادي، توابل الكمون، وتزيدوا فيها زويته في الاخر، زويته بلديه، كتجي رائعه جدا وصحيه بدون حليب بدون اي شيء. هكذا كنقدمها في الاخير. اذا ها نتوما كتشوفوا معايا تقريبا واحد 10 دقائق، وغادي نضيف زريعه الكتان والسانوج ونخلطهم مع الحساء ونخليها فوق النار تقريبا واحد ربع ساعه اضافيه، ثم نقدموها. يعني المده الاجماليه للطبخ تقريبا واحد 20 الى 25 دقيقه كتكون جاهزه للتقديم. بالنسبه للذره كتحتاج الماء كثير، تقريبا ما استعملتش هذيك الزلافه اللي صورت كامله، خليت منها شويه. استعملت تقريبا كأس شاي، عبرته في الاخير باش نعطيكم القياس مضبوط. كأس شاي عطاني تقريبا 5 ولا 6 زلايف بحال هكذا عامرين. ها هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا في الاخير. وبالنسبه للماء تقريبا واحد 8 الى 9 كؤوس، يعني نتوما عينكم ميزانكم بلا ما تحتاجوا تعبروا. انا غير خديت المقياس للاخوات المبتدئات، نفس الكاس اللي تعبري به دقيق الذره تعبري به الماء. اذا الا درتي كاس من الذره ديري تقريبا 8 ولا 9 كؤوس من الماء، وغادي تجيك بهذا الشكل بهذا الكثافه ديال الحساء. ها هي احبتي، كتجي رائعه ولذيذه ومنسمه بالاعشاب وبالبذور كيف قلت لكم. ممكن انكم في الاخير تزيدوا واحد الرشه ديال الكمون، عاد تزيدوا شويه المليحه، وممكن انكم تزينوها بخيوط من زيت الزيتون. كتشوفوا معايا من المكونات، غادي نحضر معاكم الحسوه بالشعير، بالبولات الشعير، بالاعشاب الصحيه المفيده بزاف بزاف هذا البرد، وكتجي لذيذه وزوينه ما تشبعوش منها. اذا ان شاء الله نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. هنا كيف كتشوفوا عندي البلبوله، عندي تقريبا زلافه مع مراش، عندي كميه من القزبر ومعدنوس، وفي الاعشاب عندي الزعتر، وعندي بذور الكتان او زريعه الكتان، شويه حب برشاد، شويه زعتر، وطبعا الزيت البلديه ضروري منها في هذه الوصفه.
وشويه ديال الكمون نخليه حتى الاخر. اذا كناخذوا البصله كنقطعوها بحال هكذا، نقطعوها طريفات، ممكن تصغروها اكثر، تقطعوها صغيره ما امكن لانها كتذوب في هذيك الحسوه وكتعطي غير اللذه، كتجي زوينه بزاف وصحيه. اذا بعد ما قطعتها درت معها واحد المعلقه من الزيت النباتيه وحطيتها تشحر شويه على النار، غير معلقه صغيره من الزيت النباتيه غير شويه وصافي. فاش تشحر، اذا بعد ما كتشحر كنقطعوا هذاك القزبر ومعدنوس اللي عندنا كنضيفوه ليها، وكنغسلوا البذور يعني زريعة الكتان او بذور الكتان وحب الرشاد كنغسلوهم كنضيفوهم حتى هما. وضفت الزيت البلديه او زيت الزيتون تقريبا مقدار واحد الملعقه كبيره. ها هي البذور كيف شفتوا، غسلتها بشويه الماء في الصفايه وحطيتها فوقهم. اذا كنخلط كل شيء، كنضيف البلبولات الشعير، وفي هذه الاثناء اللي كنكون وجد راه دايره حدايا الماء كيطيب، الماء غليان بحال غادي نعمر به الشاي ولا اتاي. اذا كناخذ الماء، ها نتوما كتشوفوا معايا انا كندير لكم بالزلافه باش تعرفوا تقريبا شحال المقدار ديال الماء اللي غادي يكفيكم في هذا الحساء. تقريبا الماء اللي درت دابا عبرت واحد جوج طرو، غادي نشوف واش نحتاجوها كامله ولا لا. المهم انا دابا كندير معكم بالزلايف، غادي ندير 6 زلايف كاملين مره واحده، عاد غادي نغطي عليها ونخليها تطيب. نضيف شويه الزعتر، نسيت ما درتوش الزعتر، ما كنغسلوش غير كنحكو بين يديا، كناخذ واحد شويه الزعتر كنحكو بين يدينا صافي، وكنخليوها تطيب. كيف شفتوا درت زلافه ديال الشعير، بصله وحده، والاعشاب، ملعقه ديال زيت الزيتون، ملعقه كبيره او اكثر. ثم درت 6 زلايف ديال الماء، ها هي من بعد ما خليتها تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه كيف كتشوفوا لقيتها اختارت، فغادي نزيد داك الماء اللي باقي عندي، وبالتالي غنكون درت 2 لتر من الماء كامله. كيف كتعرفوا البلبولات الشعير راه كتشرب الماء، كتحتاج الماء بزاف، يعني غير زلافه وحده تبارك الله راه عطاتني كميه كبيره. الملح ما كنديرهاش في الاول، كنخليها حتى الاخر. اذا بعد ما زدت الماء دابا تقريبا واحد ربع ساعه وهي كطيب، عاد زدت الملح وغادي نخليها تكمل الطياب ديالها. زدت الملح والكمون، كمون ديروا القياس اللي بغيتو، تقريبا درت واحد نصف ملعقه صغيره صافي. غادي نخلط وغادي نخليها طيب حتى تبان لي طابت مزيان، وغادي نقدموها بالصحه والراحه. اذا تقريبا البلبوله اللي درت راه البلبوله البلديه، يعني كتشد شويه الطياب، درت البلبوله البلديه باش صحيه اكثر. داكشي علاش كيبان لكم لونها اسمر شي شويه ماشي بيضه. الوقت اللي شدات لي في الطياب تقريبا هو نصف ساعه. اذا كيف شفتوا في الاول تقريبا بعد ربع ساعه لقيت انها اختارت مزيان، زدت عليها الماء وخليتها طيب. ها هي مازال كطيب تقريبا واحد نصف ساعه، ملي دقتها لقيتها طايبه مزيان، زدت عليها واحد شويه زويته بلديه صافي، وطفيت عليها النار وقدمناها بالصحه والراحه. اذا هاد الحساء كتجي زوينه ولذيذه بزاف بزاف، حتى الوليدات الصغار كيحماقوا عليها، كتجي لذيذه ما كتبانش فيها هذيك البصله الاعشاب، يعني ما كيجيش داك المذاق ديالهم حار ولا شي حاجه، لا نهائيا ابدا، كتجي زوينه ولذيذه. وكيف شفتوا المكونات كلها صحيه 100%، حتى الشعير باش ديروا بحالي، ما تشريوش الشعير العادي، حاولوا ما امكن تشريو البلدي اللي كيكون فيه فوائد صحيه كثيره صافي. احبتي كيف قلت لكم بعد مرور نصف ساعه بالضبط على الوقت اللي فاش حطيتها حتى الاخر صافي، ها هي واجده كنقدموها بهذا الشكل هذا. ممكن تزينوها بشويه بخيوط من زيت الزيتون ولا باش ما بغيتو. نتمنى احبتي يكون عجبكم الفيديو.